عارفة يا حبيبتي، أنا لو مكانك ما أعملش كده. ما هو أنت مش مكاني فعلا، أصل أنت ما خسرتش كل حاجة، لا خسرت بلدك ولا أهلك ولا شغلك ولا صاحبة عمرك، ولا فضلت بتجري ورا واحد أول حاجة عملها سحب وعوده كلها وعينه زاغت على أول واحدة شافها، من أنت عارف هما بيتسموا إيه. ممكن، ممكن جدا، بس لازم تعرفي ان كل راجل لينا ذواته، لازم انت يكون مخك كبير عشان تستوعبي ده وتتصالحي مع النزوات دي. ليه؟ لانه في الاخر بيلف يلف ويرجع لك. لا يا حبيبي، الكلام ده لو احنا كنا متجوزين وفي بيتنا تلف وترجع لي، بس معلش انا غلطت وهتحمل غلطتي لغايه الاخر. واضح ان انت متضايقه، والدقيقة دي مش مخلياكي تعرفي تفكري كويس وتبصي الموضوع كويس. سيبك بقى من الوعود والعهود وكلام الأغاني ده، وخلينا نفصصها بالعقل. انتي هنا معايا ملكة عايشة عيشة الأغنياء، الكل تحت رجليكي، عايشة مع راجل بيحبك وبتحبيه. ايه بقى؟ راجعة مصر تاني ليه؟ اوعى تفتكري يا مروان ان انا ضعيفة، لا، قوتي دي هي اللي خلتك عايش في العز ده كله. ماشي يا قوي، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك، وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايقك؟ ولا هايدي ونادر، هايدي ونادر اللي بيدوروا عليكي عشان خاطر ينتقموا منك؟ انا من رايي ترمي كل دول في الزباله. انت تشتغلي وتعتمدي على نفسك. ايوه اشتغلي بتعتمدي على نفسك، بس مين هيشغلك؟ الله، اذا كان كله عارف ان انت صاحبه هايدي اللي خنتيها، يعني اما هتشتغلي خاينه يا جاسوسه، يعني محدش هيشتغلك. انا عرفت 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 انت هتشتغلي ايه. انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بكره تعرف يا مروان انا راجع مصر ليه؟ داي. شكرا. You're welcome. You're welcome. يا بنت انت مالك بس، فيك ايه؟ قومي يا بنت مالك قاعدة كده عاملة زي السما. يا بنتي الرطوبة هتاكل عظمك. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده انت مين؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ ابعدي ابعدي. هي كورية زمانك؟ نعم يا اسطى. شكرا. اسمعني، انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كورية عملت لك حاجة تاني ولا ايه؟ ما عملت ليش حاجة. قولي له قولي له جيب لي بسطرمة بس يتوصل يشيل منها التوم، تومنا كيلو. حصل مذبحة كبيرة في المنطقة اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحة؟ مذبحة كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم، خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس، غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي، تعالى وخلصني. مجنونه؟ كان لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس، لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكه بالتليفون وافهم منه كل حاجه، وخليك مطرحك. جايلنا منين دي؟ انا تقولي عليا مجنونه يا بنت الغلس؟ بس اسكت. بس بدك اكبر قبلك. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ربي اللي ناقصه؟ طمني يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه، وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، ليه تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس؟ لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما
زي ما قلت لك اهي، ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغنيله. استفدت انا ايه اما تروح مني بشربه ميه كده؟ توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم. بس ربنا يأمري بالسلامة يا اخت كوريا، وانا هدعيله في صلاة الجمعة ان شاء الله. زعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل غلابة ابدا. يا رب يا رب، انا ماليش غيرك، ما انت عارف. الطف يا رب، الطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قوم يا كوريا، قومي روحي انت اقعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه، وانا وسوكا حنبات مع هيمة هنا للصبح، وهبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح. فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا، المكان بوظ على الفقر ده وسبب كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله، لا بينا ولا عليه. من ساعه ما رجلها تحت خط البيت واحنا المصايب نازل ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما اقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه، والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حنن قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ست، اهدى يا ست، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. يا اللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انتي بتنوحي على ايه يا وش البومه انتي؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساسا؟ ليكي فيه ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو انت لو ريكي راجل مش متجوزه قفص، ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس، اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه. اهدي هو يا خير. خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. يا كفره، انا جعانه. يلا هتروح النار. يلا يلا يا سوسو. يا كفره وكلوني يا كفره، انا جعانه. اتفضلي يا سوسو، ما لقيتش غير المكرونه دي. كوريا قافله على كل حاجه جوه. شوف النمليه، خد اهو. ده كان في النمليه دي مكرونه حلوه، كليها. مين؟ انا، انا موسوكا يا جمالات، افتحي ما تخافيش. ثواني ثواني. اهلا يا توم، اتفضل. سلام عليك. اهلا وسهلا، اتفضل. سلام عليك. ازيك يا سندس؟ يوه، مين جاب الغرب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش ما تخافيش، كلي 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 يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا توم، سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يا عيني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره.